كيف فينا نتأكد إنه اللحمة وصلت للحرارة اللازمة حتى ما نتعرض لتسمم غذائي لما نشويها؟ فينا نستعمل ترمومتر ناخد الحرارة تبع اللحمة، فينا حتى نقصقصها ونتأكد من لونها للحمة، وكمان فينا إذا ما بدنا نطول بطهو اللحمة إنه نجرب نحطها أو بالفرن قبل بوقت أو نعملها نحطها شوية بالمايكرويف قبل ما نعملها الشوي على الباربيكيو. بهالطريقة منتأكد إنه نشويت مظبوط وصلت للحرارة اللازمة تما نتسمم.